أهلا بكم من جديد مشاهدينا. تابعنا هذا التقريب بمناسبة الذكرى الخامسة لتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني وسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائدا للعمل الإنساني، والذي جاء من أعلى هيئة دولية تمثل دول العالم ليعبر عن التقدير الذي يكنه المجتمع الدولي لدولة الكويت ولشعبها وأميرها. وبالتأكيد منية، هذا دلالة واضحة على أن أعمال الخير والبر والإحسان فضائل سامية غرست وغرست في نفوس أهل الكويت منذ القدم، ونمت واتسعت وامتدت وسار على نهجها الآباء والأجداد. مشاهدينا، نتحدث عن هذه الذكرى مع ضيفتنا الدكتورة ندى سليمان المطوع، عضو مجلس الأمناء بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا. حياك الله معنا دكتورة، صبحك بالخير. أهلا وسهلا فيكم وصباح النور. حياك الله دكتورة. في البداية نتكلم عن 5 سنوات مرت على هذا التكريم العزيز على قلوبنا لحضرة صاحب السمو أيضا للكويت، كيف تنظرين إلى هذا التكريم بعد 5 سنوات؟ طبعا أول شيء يعني مشكورين على هالدعوة الجميلة، وأتمنى لصاحب السمو الصحة والعافية والاستمرار بهذا الثقل الدبلوماسي الدولي اللي نشعر فيه، سواء كان بعمله بداخل دولة الكويت أو خارج إطارها، مثل ما تابعنا بالصفحات بالصحف العربية والعالمية عن دور المرموق الدبلوماسي. نأتي الآن إلى الدور الإنساني. لا شك أن الجائزة ارتكزت على إرث من العمل الدبلوماسي الذي عرف به المجتمع الكويتي، الأفراد الكويتيين على مستوى الفرد، جمعيات النفع العام والمؤسسات. ولكن بعد التكريم أصبح جزء من السياسة العامة للدولة، فنجد بأن اليوم النهج الدبلوماسي أصبح حافز لجمعيات النفع العام للانطلاق بكافة الاتجاهات، أصبح حافز لنا كأفراد. اليوم لست بحاجة يعني ممارسة للعملية التعليمية بالجامعة، كمحاضرة بالجامعة لست بحاجة إلى منهج حتى أدرس الإنسانية وين وصلت للكويت. مبادرة شخصية مني خلال الأيام الماضية بإني أوضح للطلبة شنو هي المبادرة الإنسانية، حتى أعطيهم حافز من هذه المبادرة، من وصول الكويت لهذه المكانة. فلذلك أعتقد بأن أو أنا على قناعة بأن أثر هذا اللقب أثر على الدولة، سياستها العامة، جمعيات النفع العام، وعلينا كأفراد. واليوم صحيح. أنا أجد نفسي مهتمة جدا بدور الكويت بقراءة مؤشر الجوع بالعالم. نعم. يعني الكويت حريصة على أنها تشوف وين الدول اللي تعاني من الفقر والجوع، وبالتالي توجيه المساعدات لها. جميل جدا دكتورة. لو بغينا نحط يعني منطلق للعمل الإنساني الكويتي، ثوابت، قناعات راسخة نسميها منطلق، شنو يمكن يكون هذا المنطلق دكتورة ندى؟ هذا المنطلق لازم يرتكز على تاريخنا، لأن الحياة في الكويت قاسية كانت. صحيح. وهذا كان دافع لنا تاريخيا بأن نحاول الاهتمام بالغير، اهتمام بكل من على هذه الأرض بغض النظر عن أي عامل آخر. ومن هذا المنطلق استطعنا أن بالقليل اللي كان عندنا، وتجد مساعدة الكويت في الماضي حتى بداية الستينات أول ما حصلت على استقلالها كانت حريصة أن يكون عندها هذه البصمة الإنسانية، المساعدات للجزائر، مساعدات الأفراد، التبرع عن طريق تذاكر السينما آنذاك، المساعدات للهند بأي كارثة أو أي زلزال. واستمرت هذه المساعدات وبإطار جديد اليوم. جميل. وانطلقت بجميع الاتجاهات. فأنا أعتقد بأن استنادنا إلى تاريخنا، نستمد القوة من هذه المبادرة، ناخذ دروس من سمو الأمير، دروس بالدبلوماسية، دروس بالعمل الإنساني وتأطير هذا العمل، وأنه يكون جزء من السياسة الخارجية للدولة والسياسة العامة أيضا، وبالتالي نستمد منها طاقتنا كأفراد بهذا المجال. بالتأكيد دكتورة. دكتورة، شلون شايفة ثبات نهج العمل الإنساني الكويتي ورسوخه كذلك؟ يعني إذا أنا تابعته إعلاميا على الصعيد الإعلامي، لأني يعني ما رح أتكلم عن أفراد، ما شاء الله استضفتوا عدد كبير وكلهم يعني فعلا الواحد يفتخر فيهم، وأنا عن نفسي أبادر بشكل شخصي وأبادر أيضا في مجال التعليم أني أرسخ هذه القواعد علشان يستفيدون الطلبة من هذه الناحية. ولكن أنا أعتقد بأن متابعة ما يجري دوليا، يعني العالم اليوم مهتم بمؤشرات كثيرة، فأجد الكويت أو أجدها بحاجة، ولكنها تقوم بهذا العمل، ولكن بحاجة للاستمرارية أن نكون بشكل موازي نتبع المؤشرات الإنسانية بالعالم.
مثل ما قلت قبل قليل، الآن الاهتمام يأتي بمؤشرات الجوع، فالكويت مكانتها اليوم أصبحت معروفة بأنها تتابع مؤشرات الجوع، تكرس جمعيات النفع العام وتوجههم إلى هذا الاتجاه، وإحنا كأفراد أيضا بهذا الاهتمام، فتواكب الكويت القضايا الإنسانية العالمية، وهذا اللي خلاها لليوم تلفت النظر بعملها. بس في شيء مهم عفوا، إن بالماضي يعني صاحب السمو بمهارته الدبلوماسية لما كانت المنطقة تمر بأزمات 2003 و2004 خرج بإطار جديد وهو الدبلوماسية الاقتصادية، فاستطاع أن يحط الكويت بالأنظار أنها بعيدة عن هذه النزاعات. مرة أخرى ارتفعت الأصوات منادية بقضية سوريا، أنت مع ولا ضد، أنت شنو موقفك السياسي بالنسبة للدول العربية؟ طلعت الكويت مرة ثانية بمؤتمرات إنسانية بحتة. صحيح. فنلاحظ اليوم بأن الكويت بنهجها المتزن تمسكها بالإنسانية عزز من ذلك النهج، وبنفس الوقت وصل مساعدات، وإذا في أي شخص يشكك بوصولها أو آلية وصولها، فإحنا أثناء المؤتمر تابعنا جهود الأمم المتحدة اللي كانت تفتح المواقع، تفتح الويب سايتس، أنك تتابع هذه المساعدات وين وصلت، وهذا طبعا موضوع مهم. جميل جدا دكتور. أنا دا يمكن مفهوم العمل الإنساني مفهوم كبير، مفهوم شمولي يحمل بين طياته أبعاد كثيرة، فلو نتكلم عن شلون استطاعت دولة الكويت تحقق رؤية مجمعة وشاملة لهذا المفهوم الكبير، ثقلا خلينا نقول دبلوماسية وأيضا إنسانيا. أعتقد يعني إحنا في الكويت دائما ننظر إلى الاستراتيجية الكبرى أو الشاملة، ما نكتفي بمبادرات قصيرة الأمد، فلذلك يأتي موضوع العمل الإنساني ليصبح أو لينتقل من العمل الفردي، عمل جمعيات النفع العام، إلى جزء من استراتيجية كبرى. وأنا أعتقد هذه كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، حفظت حق الجمعيات، حفظت حق الأفراد، وبينت جزء جديد من السياسة الخارجية الكويتية أو محور جديد وهو العمل الإنساني. ذلك اليوم أدبيات السياسة الخارجية الكويتية، المناهج، المقالات، كلها بدأت تركز على الناحية الإنسانية كإطار جديد للكويت، سواء عن طريق تسليط الأضواء على صندوق التنمية التنموي وهي الدبلوماسية التنموية. صحيح. أو على الزيارات المتبادلة، وعلى هذا الشعور اللي تحس فيه الكويت مع الآخر. ومثل ما يعني أي قارئ للتاريخ وأي متابع سيدرك بأن الكويت كانت دولة نامية مانحة، من الدول القليلة جدا. صحيح. شلون دولة نامية تقف على الأمم المتحدة بنهاية السبعينات وتقول أنا أطالب بتخفيف حدة القروض عن الدول، اهتمام بالجنوب الأفريقي وغيرها من الدول المتعثرة في سداد ديونها. فكانت هذه يعني هوية متميزة للكويت، وأكيد لصاحب السمو دور يعني لا يمكن إلا أن يكتب بماء من ذهب. جميل. بالتأكيد دكتورة، الكويت قدمت نموذج يحتذى به، نموذج متفرد في العمل الإنساني على مستوى العالم، كيف ممكن تعميم هذا النموذج على مستوى العالم؟ أعتقد تعميم هذا النموذج بدأ بإنشاء شبكة من العمل الإنساني لمجموعة كبيرة من الدول، بعض يعني حتى هذه الشبكة أقرب ما يكون إلى المنظمة، منظمة إقليمية عالمية، يعني على حسب الدول اللي ترغب بالاستمرار كجزء من هذه الشبكة. تابعناها في مؤتمرات الإنسانية الموجهة لسوريا، وتابعنا قبول هذه الدول بالحضور، قبولها بالالتزام المالي رغم اختلاف دساتيرها وقوانينها والتزاماتها بالضريبة، التزاماتها بالعديد من الأمور. نعم. بالأمور المالية ما عندنا يعني مسطرة واحدة، ولكن كانت دروس تعلمناها. أولا بأن فقط ذكر اسم الكويت واسم صاحب السمو حفظه الله خلى قبول عند هذه الدول لتصبح جزء من هذه الشبكة الإنسانية. نحن نعلم بأن دول كثيرة حاولت، وهذا شيء طبيعي طبعا بالمؤتمرات، ولكن لم تنجح، لأن إما أن لها مواقف أو أنها لها يعني قوة بمجالات أخرى غير هذه المؤتمرات، ولكن دبلوماسية المؤتمرات أعتقد نجحت.
في مجال الإنسانية، وكونت شبكة علينا المحافظة عليها، إما أنها تتحول إلى تكتل إقليمي، تنظيم إقليمي. يعني أنا بس قاعدة أجرب بعض الأفكار، لكن علينا المحافظة على هذه الشبكة من الدول. جميل جدا. برد نعول على شغلة يعني جميلة وضرورية، يمكن ذكرتيها بين طيات كلامك دكتورة ندى، أن سمو أمير البلاد تاريخ طويل من العمل السياسي الدبلوماسي المغلف بالبعد الإنساني. شلون تشوفين تجليات هذا البعد الإنساني وانعكاسه على مكانة دولة الكويت عربيا، من ثم خليجيا، من ثم إقليميا وعالميا؟ يعني في دائما الدول لما الإنسان يحاول يتبع مسارها الدبلوماسي يرتكز إلى التاريخ، إلى التغييرات، يبحث عن حروب في المنطقة. لكن أنا أجد أن الكويت دائما اللي يقرأ التاريخ يذهب إلى الشخص، العوامل الشخصية لصاحب السمو، صحيح، ويتبع دوره لما كان في الخارجية واتخذ هذا القرار. اتخذ هذا القرار كشخص عندما سافر وبادر وقدم، فبصمته الشخصية يعني كبيرة جدا على هذا التاريخ. هذا الإرث ثقيل، ولكن ثقيل بشكل يعطينا مسؤولية أن نتعلم منه دروس، أن نحاول نستقي منه بناء مؤسسة تستطيع أنها توزع هذا العبء على مجموعة من المؤسسات والوزارات للاستمرار بهذا الشكل. بعدين دروس نتعلمها من كل خطوة، صحيح، سواء النقلة من دولة نامية إلى دولة مانحة، الإحساس بالآخر، الحرص على حضور مؤتمرات أمم المتحدة مثل يعني الوقت الحالي، الحرص على العلاقات الدولية بشكل مباشر، استخدام هذه الصفات الشخصية في حل النزاعات. ففي الكثير من الأمور والأبعاد تحت مظلة السياسة الخارجية، وأكيد تأتي الناحية الإنسانية هي الناحية اللي مستمرة تعطي هذه الطاقة الإيجابية للانطلاق، لأن أنت بهويتك الإنسانية يعني تنفتح لك هذه الأبواب للحوار، للدعوة، لإنشاء هذه. أي تكتل اليوم بعيد عن الحرب، أي تكتل يساعد المحتاج، طبعا مرحب به. جميل جدا. بالتأكيد، ومثل ما ذكرتي دكتورة هي مسؤولية علينا جميعا. صحيح. كل الشكر لك على وجودك ويانا اليوم. الدكتورة ندى سليمان المطوع، عضو مجلس الأمناء بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا. شكرا جزيلا لك. فاصل ونعود لصباح الخير الكويت.